حد جرب النفوس؟ النفوس كلها ضعيفة اليومين دول، بس النفوس عند كبدة الشيخ في الوراق جامدة وقوية وكلها حنية. يا خراشي الله عليك يا ابو شويخ حبيبي يا غالي، نجم الكبدة الجملي في الوراق على نهج كرداسة. الله الله، دي بقى دي كبدة ايه بقى؟ كبدة جمل. كبدة الجمل الحلويات بتاعت الكبدة الجمل، القلب والطحال، دي حلويات الكبدة الجمل. القلب للناس اللي ما عندهاش قلب. القلب للناس اللي ما عندهاش قلب. والنفوس للناس اللي ما اللي نفوسها مكسورة. ايوه الله، بسم الله ما شاء الله. يعني انت بتحط الاول الايه؟ القلب والكلاوي، وبعدين بتحط النفوس. عشان القلب والكلاوي بياخد سوا سنه، لكن الكبده مفيش، هي الصدمه. يلا يا معلم، معلم عاطف النفوس تبعك رايح منها رغيفين. ايوه اللهم صل على النبي. بعد كده التوابل. الله عليك. بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا. على هيجي عند شويخ ويدوق كبدة الشيخ، حلو قوي، هيجي عند شويخ ويدوق كبدة الشيخ. النفوس دي بقى اسأل عليها الجزار بتاع اللحم الصغير وقول له أنا عاوزة ربع كيلو ولا نص كيلو نفوس، وقطع عليها شوية كبدة ودوقها يا باشا وبألف هنا وشفا. يا ابن اللعيبة دوق. بص رايح فين؟ طب انت ما حطيتش عليها التوابل؟ هنا هنا بياكلها من غير توابل، بيخاف على صحته، بيخاف على صحته. اللي معانا وعارف ايه هي النفوس يقول لنا ايه رايه فيها. انا من عشاق النفوس دي. ده قد ايه كبده ده بقى؟ بص يا عم محمد، بص الحلويات دي يا عم محمد، بص يا عم محمد الحلويات دي. اللهم صل على النبي. ايه يا عم تورتايه كبده؟ بص يا عم محمد الحلويات دي وكلاوي وقلب. الله عليك الله عليك الله عليك. اللي عنده من دي كذاب، اللي عنده من ده كذاب. مين عاوز ياكل كبده جمل ايه؟ مين عاوز ياكل؟ الله، ورغيفين عيش بقى وشوية مخلل أو شوية طحينة. سيبنا في الكلام خالص. وبألف هنا وشفا. وبألف هنا وشفا. الله عليك. الله عليك، تسلم إيدك يا شويخ. إحنا في أول شارع العروبة من التل. الوراق. أهو. وفرنا على كل اصحابنا وحبايبنا عشاق الكبده الجملي يدبوا مشوار لكرداسه. يلا ده حاجه من الله. قلب 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 النفوس، قلب النفوس. ايوه ايوه بسم الله ما شاء الله. يا دولي يا دولي، دولي سرق الشنطه دي يا جماعه وراح بقى فين؟ انا بقى ايه، بص النفوس دي تنزلها كده، انا اللي بقلب بقى. ايوه كده، اتفرج بقى على النفوس دي خلاص بتاخد الفينش الاخير بتاعها. بص بقى علي. ايوه علي بقى، وانزل انا بقى يا باشا.
حط بقى، انزل يا باشا. الله، دي بقى التوابل. ده التوم. توميه. الله، توابل ايه بقى يا ابن العيبه. هوبا، بس كفايه كفايه. ده الملح. بص النفوس دي. قلب يا معلم، قلب. النفوس الضعيفة يا جدعان، دي النفوس الضعيفة. طب النفوس الضعيفة اللي كتروا اليومين دول اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طب ناكل ايه؟ ناكل كبدة والكلام ده ولا نضرب نفوس؟ اه كده صورك كده. فين العيش؟ فين العيش؟ هات العيش يا شويه، هات رغيف. لا هات رغيف، انت عملته خلاص. يا باشا العيش اهو، رغيف جاي طاير حيل من اولاد ابو سعده. ايوه يلا بيضة. كفايه كده، كفايه كده، كفايه كده، كفايه كده. شيخ كبدة الشيخ اهو، كبدة الايه الشيخ. بقول لكم ايه، شوف المنظر بقى. الله عليك، لما تاكل ايه سندوتش نفوس معمول عند كبدة الشيخ. تقول لي بقى ولا لحمة ولا سمك ولا فراخ؟ اللي عنده من ده كذاب جامد بجد. النفوس دي اختراع اللي ما كلوش بالطريقة دي. ونحن نختلف عن الآخرون. سندريلا تعالوا شوية. كلمة سر محمد عرفة، تاكل احلى كبده جملي من بيت الايه الشيخ شويخ وانا شوير. جامده تسلم يا سندريلا. امل بتسال بكام؟ سالوا على الكبده ولا على النفوس؟ بص اللقطة دي بقى. لا لا لا، أصحاب النفوس الضعيفة. بص النفوس، بص النفوس. يا دودة بيضة. نحن نختلف عن الآخرون. الوراق مراكب عارف دلوقتي، مراكب عارف. الله عليك،
الله يا ابو شويخ يا جن. كبده الشيخ اول العروبه من التل. كبده الشيخ اول العروبه من التل. الله بيولع على فكره. الله بيولع. كل اللي يعرف حد نفوسه ضعيفه يعمل له منشن بسرعه ويقول له اصحاب القلوب الضعيفه والنفوس الضعيفه. عملنا النفوس اهي في الطاسه عند كبده الشيخ وطلعت جامده. النفوس الضعيفه جامده. الله عليك. بص مهم مش مهم النفوس ضعيفه ما تحرقش. ما تحرقش مؤمن. خلك النفايه. ايوه. ازاي اللي بقول لك حاجه مساء الله تفتح النت. السندوتشات دي معموله لمتابعينا على الصفحه. كل اللي عاوز ياكل نفوس ضعيفه يجي بسرعه عند كده ايه الشيخ. يا ادم كلمني بعد اللايف وعنينا عنينا الاثنين واقول لك تجيب منين. بسم الله ما شاء الله. شاركوا الفيديو كلنا بقى ندعم شويخ ونشارك الفيديو ده واحلى سندوتش كبده واحلى طلب كبده جملي هتاكله من عند الشيخ وبالف هنا وشفا قسما بالله. النفس قبل الاكل وقبل المنتج وقبل اي حاجه. نفس نفس وبالف هنا وشفا. اول شارع التل من العروبه اهو. تعال خش خش. بص كمية السندوتشات اوعى. اهو اهو اهو. اوعى يا ابو شوير. الله عليك يا ابو شوير. بص الاوردر طالع عامل ازاي. الله اللي بيعمله ده خطر والله. الناس اللي عامله رجيم الناس اللي عندها قلب يا جدعان ممنوع عنها السمين والحاجات ديت والنفوس والكلام ده. هيشوفوا الكلام ده مش هيقدروا يسيطروا على نفسهم. بقول لك ايه السيرفيس بياخد مقاس معين اللي يجي زياده ما يروح لهمش خلاص. السندريلا اللي بتقول لك الجملي وجماله. الف هنا وشيفا. تسلم ايدك يا ابو شويخ. اطلب اوردر وانت مطمن انت مع شويخ في امان حبيبي يا ابو عربي.